تابعنا أيها الحب الكريم مع حضراتكم الشوط الذي انتهى، وكانت مشاكل مع المركز الأول سويدان بن محمد بن سالم العامري 9:26 توقيت الزمني، تهالي ناوي ناموس اللي خدت المركز الثاني، أمجاد حمد بن سيف بالحودة الشامسي قدمت العرض ما فيها الكفاية، المركز الثالث كانت ندى فالح بن دنان بن فالح الشامسي. هذه هي نتائجنا للمراكز الثلاثة الأوائل، ساعة وصولها وعبورها نحو خط النهاية بتوقيتنا مقداره 9:26. المهجنات الأصايل بداية أيضا الانطلاق، شوطنا السادس في تعداد الأشواط، والشوط السادس خصص للبكار الإذاع المهجنات الأصايل ما قدمت الشوط. المركز الأول في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق تتقدم اللي هي صدامة فاضل بن غدير بن سالم بن دعيفس الشامسي مع المركز الأول، يقدم صدمة مع المركز الأول، بينما المركز الثاني والحفل الكريم تتقدم اللي هي شاهنية حمد بن عبد الله بن خزار العامري، خذت المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث، المركز الثالث تتقدم مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات وبهذه التحديات، بلقى مع المركز الثالث اللي هي حربة نعم مبارك بن راشد بن غميسة الشامسي، خذت المركز الثالث. المركز الرابع تتقدم أيها الحفظ الكريم الذيبة سالم بن فارس بن عفيرة العامري مع المركز الرابع، والمركز الخامس حضور مع المسك سالم بن عوض بن سالم الاكتبي، خذت المركز الخامس. المركز السادس في هذه اللحظات وبهذه الإثارة تتقدم أيها الحفظ الكريم وتنضم مع المركز السادس اللي هي أيضا مبشرة خالد بن سيف بن محمد الشامسي، خذت المركز السادس. والمركز السابع أصبحت في هذه اللحظات تقدمت مشاهدينا الكرام اللي هي بروق محمد بن شطيط بن حمد الشامسي مع المركز السابع والمركز الثامن. أيوة الحبل الكريم، شوف الحضور مع المركز الثامن والتقدم من خلال التواجد أيضا المملكة سعيد بن مطر بن حمد بن عنوده العامري مع المركز التاسع والمركز العاشر، تتقدم أيها الحفل الكريم في هذه اللحظات المتحدة والدودة بن سالم بن الأسود العامري. هذه هي نتائجنا، دعناها إلى مسامعكم في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة، لكن هذا العاشر اللي هي مشاهدين الأعزاء والحفل الكريم في هذه اللحظات الواصلة، وعلي بن محمد بن سالم الراشدي. هذه هي نتائجنا العشر الأوائل، دعناها
إلى مساء معكم في هذه اللحظات وبهذه التحديات. 3 كيلومترات متبقية عن الوصول إلى خط النهاية ما شاء الله، والأعداد 27 أو 28، 28 دلولا انطلقت في هذا الانطلاق وبهذا الإبداع المستمر ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف التحدي وشوف الإثارة، شوف التغيرات إلى رأس حربة هذا الشوط مع هذه الأسماء ما شاء الله. لا زال بن دعيفس مع المركز الأول يقدم أيضا صدمة، صدمة مع المركز الأول في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق، تتقدم على الصدارة على مقدمة الشوط مع المركز الأول ما شاء الله. يقدم صدمة فاضل بن غدير بن سالم بن دعيفس الشامسي مع المركز الأول ما شاء الله. تنطلق بهذا الانطلاق وبهذا الإبداع يا سلام شاهينية مع المركز الثاني، وحمد بن عبد الله بن خزام العامري مع المركز الثاني. المركز الثالثة تتقدم حربة مع المركز الثالثة، مبارك بن راشد بالغميسة الشامسي، وشد الهمة يا أبو ناصر اللي بعده تابع لي في هذه اللحظات. تقدم وقدوم مع بروق محمد بن شطيط بن حمد الشامسي، بروق يا مرحبا الساعة بهذا التقدم مع الصنديد، بينما تابع اللي بعده مباشرة في هذه الإثارة. تقدم وحضور من خلال تواجد أيضا مبشرة خالد بن سيف بن محمد الشامسي، يتقدم حاضرا في هذه اللحظات مع مبشرة ما شاء الله اللي بعده مع المركز أيضا السادس. عطنا المركز السادس أيضا المسكة، وسالم بن سالم بن عوض بن سالم الاكتبي خذت المركز ايضا السادس. المركز السابع، المركز السابع اعطيني، شوف تدخل بدون بن عفيره يتدخل مع المركز ايضا السابع. المركز الثامن شوف تدخل مع الواصله، وصل الحوز الراشدي مع الواصله، تابع لي اللي بعده هناك تاسعا في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق. مهمه خليفه بن عبد الله بن محمد بن منينه الشامسي مع المركز ايضا التاسع. المركز العاشر شوف 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 التقدم، شوف التقدم يا مرحبا الساع يا مرحبا ابو صالح وحضوره من خلال تواجد اللي هي ايضا قدوة سالم صالح وطرشوم العامري، بدأت تتقدم في هذه اللحظات. وقدوم اخر من خلال تواجد ايضا شعله عامر بن علي بن عامر المري. هذه هي نتائجنا مشاهدينا الاعزاء، وهذه ايضا لقطتنا ما شاء الله. آل نابت بدأ يدخل من الصفوف الخلفية ما شاء الله، وبدأ بالزحف نحو ركب الصدارة. الله الراشدي مع أيضا الصايلة مع أيضا لمشاهدنا الأعزاء الواصلة، نعم الواصلة علي بن محمد بن سالم الراشدي مع الواصلة على مقدمة الشوط. يا مرحبا بالواصلة وأيام الواصلة اللي بعد شاهدني هناك. الله أبو صالح، وصالح قدوة ما ذكرناه هلا في المركز العاشر، وتقدم أيضا مع رأس حربة هذا الشوط يا سلام عليه، يتقدم بهذا التقدم وبهذا الإبداع المستمر. قدوة مع المركز الأول، قدوة سالم صالح من طرشوم العامري. آل نابت بدأ يوصل في هذه اللحظات، يقدم القائدة سالم بن حمد بن مبارك. آل نابت يتقدم دوره على مستوى المركز الثالث في هذه اللحظات وبهذه التحديات، ولكن قدوة مع المركز الأول ما شاء الله تبارك الرحمن. والعصافير الأبطال ما حد قال له شيء، قدوة مع المركز الأول. سلامي عليك يا أبو صالح على هذا الرقص الجميل ما شاء الله، والتحدي المثير في هذه اللحظات وبهذه التحديات. لكن القايدة محاولاتها مستمرة، القايدة مع المركز الثاني في هذا الانطلاق وبهذه التحديات. سالم بن حمد بن مبارك النابت يتقدم، الواصلة في هذه اللحظات وبهذا التقدم ما شاء الله تبارك الرحمن. الواصلة ولكن النابت ثابت مع المركز الأول في هذه اللحظات، والقائدة الواصلة علي بن محمد بن سالم الراشدي. ولكن الله القائدة يا الربع غير، القائدة غير وانطلاقها غير وابداعها غير. تهانينا وناموس نبعثها حمد أيضا مشاهد العزاء لمالك أيضا مشاهد الكرام. الواصلة وصلت إلى خط النهاية، معلنا بناموس هذا الشوط وبانتصاره. تهانينا وناموس المركز الثاني. قدمت العرض ما فيها الكفاية اللي هي أيضا الواصلة وعلي بن محمد بن سالم الراشدي. المركز الثالث كانت تقدم مشاهدنا الأعزاء في هذه اللحظات مع المركز الثالث، قدمت العرض اللي هي قدوة سالم صالح طرشوم العامري. المركز الرابع والحبل الكريم تقدم من خلال تواجد أيضا مبشرة خالد بن سيف بن محمد
الشامسي، والمركز الخامس كان الوصول مع شعلة وعامر بن علي بن عامر المري. هذه هي نتائج لا مشاهد الكرام، والكايدة هي من تحقق الفوز والناموس والانتصار. سالم بن حمد بن مبارك النابت له التحية على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، والتوقيت الذي يتسجل نفسه أفضل التوقيت، يا سلام، مع اللي هي القائدة 9:22. تهانينا والناموس لبعثها مشاهد العزاء سالم بن حمد بن مبارك أيضا النابت له التحية على هذا الفوز والانتصار.